أنا عبد الله محمد جاد الله، فلسطين الأصل، أحمل الجنسية الكندية، ولدت في مدينة غزة وترعرعت في القطاع. أكملت دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية في قطاع غزة. أهل العزم بدوا وحضر، كانوا على غصن وسن، ناس يشدبها الظهر والطيب يكسونه الطيب. أهل العزم بدوا وحضر، كانوا على غصن وسيف، ناس يشذبها الظهر والطيب يجزونه بطيب، وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب. ننظر بأن الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر في جودة الحياة في وصاف الدول العظمى. أصبح له مقر ويضخ من حاف جانبي. أتقدم بالشكر الجزيل إلى شعب دولة الإمارات وإلى رئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهده الأمين وجميع الحكام على استضافتهم لأكثر من 8 ملايين وافد في هذا البلد لم يشعروا يوما بأنهم غرباء عن أوطانهم. مثل سحب المطر والأيام محتاج نتيب، وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما على استضافة شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها. رحبوا معي اليوم من داخل إمارة أبوظبي برجل الأعمال الأستاذ عبد الله محمد جاد الله صاحب شركة التحالف المقاولات العامة. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك، أهلا وسهلا فيكم، ويا مرحب فيكم في برنامج لآلئ الاتحاد. حياك الله. في بداية هذا اللقاء دعنا نعرف السادة المشاهدين بمن هو الأستاذ عبد الله محمد جاد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين. أنا عبد الله محمد جاد الله، فلسطين الأصل، أحمل الجنسية الكندية، ولدت في مدينة غزة وترعرعت في القطاع. أكملت دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية في قطاع غزة، ثم اتجهت إلى جمهورية مصر العربية العامة، جمهورية مصر العربية، لإكمال دراستي الجامعية. فدخلت في المعهد العالي التجاري الذي كان يتبع لجامعة عين شمس، ثم أصبحت كلية التجارة والتي تتبع جامعة الغربية. أنهيت دراستي الجامعية ثم أتيت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1975. عملت في قطاع التأمين في شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين من سنة 1975 إلى سنة 1991، ثم اتجهت إلى العمل الخاص بإنشاء شركة أسميتها شركة الأحمدين للمقاولات العامة، وذلك كان ولدي الكبير أحمد وولد شريكي أحمد فسميناها الأحمدين، وانطلقنا في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري لمدة 5-6 سنوات. ثم بدأت الانطلاقة الكبيرة بالمشاركة مع 4 بنوك وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
مثلا مصرف أبو ظبي الإسلامي وحصلنا على قرض تمويل إسلامي بحوالي 100 مليون درهم، ثم بنك أبو ظبي الوطني الذي يسمى الآن بنك فاب، وأبو بنك أبو ظبي التجاري والمستثمر الوطني، حصلنا على حوالي 200 مليون، ثم انطلقت الشركة في قطاع التطوير العقاري وقطاع الاستثمار والمقاولات. جميل. إذا أستاذ عبد الله، من أين أتت فكرة بداية مشروعك الخاص؟ قبل أن أعمل في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات، عندما كنت موظفا في شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين، كان لدي بنايتين صغيرتين استثمار، كنت أخذ البناية من المالك ثم أقوم بإعادة تأجيرها لمدة حوالي 6-7 سنوات أثناء عملي في قطاع التأمين. ثم أتت لدي الفكرة بإنشاء شركة مقاولات لكي أقوم بخدمة هذا الوطن في بناء الفلل للمواطنين، وكانت لدي فكرة جيدة جدا بأن أقوم بعمل الاستثمار، أي أحصل على الأرض من المالك ثم أقوم باستثمار هذه الأرض لمدة 15 سنة حسب الاتفاق، ثم نقوم بإعادة هذه الفلل وما عليها إلى المالك. جميل. إذن أستاذ عبد الله، ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتك في بداية مشروعك الخاص، وكيف استطعت اجتيازها؟ الصعوبات تعرف موضوع الخبرة، كنا نفتقر إلى الخبرة في هذا القطاع، وكنا نفتقر إلى المادة، فبدأت بعدم التسرع، بدأت رويدا 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 إلى أن أصبح لدينا رأس مال بسيط يتجاوز 7 مليون درهم. ثم اتفقت مع البنوك على عمل مضاربة إسلامية، وكانت أول مضاربة إسلامية في أبوظبي بين شركتنا ومصرف أبوظبي الإسلامي. ثم انطلقنا في العمل، وقمنا ببناء خلال 4 سنوات أكثر من 400 فيلا، أتكلم فيلا يعني كاننا نعمل الأرض فيلتين أو 3 فيلل أو 4 فيلل أو حسب الاتفاق، وانطلقنا ونقوم بالتأجير. كان لدينا قسم للتأجير وقسم للصيانة الدورية وقسم للمقاولات وقسم لقطاع الاستثمار. جميل. إذن أستاذ عبد الله، الآن شركة التحالف للمقاولات العامة وباقي شركات المقاولات التي تملكها يتميزون بسمعة طيبة داخل دولة الإمارات وخاصة في أبوظبي، كيف استطعتم اكتساب هذه السمعة؟ أولا مخافة الله، ثم الحديث من طلب الأجر حسب الله بالعمل. لن تخدع كل الناس كل الوقت، لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، فإذا عملت عملا جيدا سيكون المردود السمعة عليك جيدة. ونحن نقوم ببناء مميز جدا جدا جدا، لا ننظر إلى الربح السريع ولا ننظر إلى الربح الكبير، ولا نؤمن بموضوع الغش. نحن نتفق مع المالك أو مع صاحب الأرض بأن نقوم ببناء شيء مميز، لأنه مدة الاستثمار 15 سنة، يجب أن أعمل عملا جيدا لكي أحافظ على القيمة الإيجارية للفلل. جميل. إذن ما هي الخطط المستقبلية التي يضعها الأستاذ عبد الله محمد جاد الله لتطوير من الشركات التي يمتلكها؟ نحن الآن يوجد لدينا 3 أقسام في قطاع العمل: قطاع المقاولات كاملا، وقطاع الاستثمار العقاري. مثال، نضرب مثال، يأتي المالك أو المواطن لديه 2 مليون درهم وليس لديه مادة ليكمل البناء، نقوم نحن بدفع البناء ثم نتجه إلى البنك بعمل رهن احترازي مقابل مبلغ المتبقي على المالك، ونقوم بيعني دائما ننظر إلى العملية ليست ربحية، ننظر العملية من نساعد المواطنين أكبر قدر ممكن من الناس، المطلقات، الأرامل، أصحاب المعاشات البسيطة، نقوم نساعدهم. ونحن لدينا خبرة مع البنوك أكثر من 30 سنة، يذهب المواطن إلى البنك فيتعثر من كثرة الشروط التي يفرض البنك، ولكن نحن نعرف كيف ندخل إلى البنك وكيف نقوم بالحصول على القرض وعلى التسديد الميسر للمواطنين. ما هي الرسالة التي يوجهها الأستاذ عبد الله محمد جاد الله
إلى الشباب المقبلين على العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أتمنى على الشباب عدم الاستعجال والصبر على النجاح، فنأخذ أمثلة كثيرة لبعض رجالات الأعمال وبعض الرجال العالميين. مثال مؤسس شركة واتساب، هذا الرجل جنسيته أوكراني، ذهب إلى الولايات المتحدة وعمره 9 سنوات، كان يأخذ كابونات مساعدة من الشؤون الاجتماعية، واليوم يملك أكثر من 15 مليار دولار. صبر واصطبر وعمل وجد، لا ينظر إلى المادة، لا تنظر إلى المادة، انظر إلى العمل، نجاحك، حبك للعمل، حبك للعمل ثم حبك، ستصل وستنجح. لا تنظر إلى المادة، فالمادة ما هي إلا وسيلة لتحقيق شيء ما. فأرجو من الشباب عدم التسرع وأن يحب العمل في أي قطاع كان، إن كان في قطاع صناعي أو قطاع تجاري أو قطاع عقاري أو قطاع رياضي أو قطاع زراعي، يجب أن تحب العمل حتى تصل إلى القمة وإلى العلا. كلام جميل، أشكرك على هذا الكلام الطيب. لو أردنا إرسال رسالة من القلب فتصل إلى القلب مباشرة إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات؟ أتقدم بالشكر الجزيل إلى شعب دولة الإمارات وإلى رئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهده الأمين، وجميع الحكام على استضافتهم لأكثر من 8 ملايين وافد في هذا البلد لم يشعروا يوما بأنهم غرباء عن أوطانهم. جزاهم الله عنا كل خير، جزاهم الله عنا كل خير. ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. فأتمنى على جميع المقامين المقيمين في هذا الوطن المعطاء الذي استضافنا ولم نشعر في يوم ما بأننا غرباء عن هذا الوطن، نشكرهم من قلوبنا ونمد لهم يد العون والمعاونة. هذه البلد يوجد بها أكثر من 200 جنسية، الكل يعيش تحت الأمن والأمان. فأرجو من كل الناس أن يحافظوا على هذه البلد. اللهم أدم الأمن والأمان على هذه الدولة المعطاءة، اللهم أدم الأمن والأمان على هذه الدولة المعطاءة واحفظها من كل شر يا رب العالمين. نصيحة من والد عاصر بناء هذه الدولة الفتية التي انطلقت خلال 40 سنة في مصاف الدول العظيمة في جميع القطاعات. لو نظرنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في قطاع النقل، في قطاع الآي تي، ننظر بأن الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر في جودة الحياة في مصاف في الدول العظمى. النجاح لا يأتي بسهولة، يجب عليكم أن تجتهدوا وأن تدرسوا في جميع القطاعات. يجب علينا ألا ننظر إلى الوظائف الدنيا فننظر إلى الغرب. مثلا لو ضربنا مثال بسيط لإيطاليا، الأربع مهن الذي يستعر منها العربي: صانع الأحذية، صانع المفروشات، صانع الخياط، مثال الترزي، 70% من الدخل القومي لإيطاليا يأتي من المفروشات ومن الأحذية ومن الألبثة. لما نذكر اسم مصمم أزياء في بلادنا نقول عنه خياط ونستعر، أو نقول عنه صانع أحذية أو كندرجي، في بلاد برا مصمم أحذية. سأقول لكم مثال: بعض الأحذية في إيطاليا يصل قيمتها إلى 30,000 دولار، بعض المفروشات في إيطاليا السوفاست يصل قيمتها إلى 100,000 دولار. فيجب علينا أن نلغي الطبقية من حياتنا. انظروا إلى كندا مثلا أو في أمريكا، الذي يخم الزبالة اللي نسميه زبال، نحن هنا نحتقره في البلاد العربية. هناك من الصفوة الذي يعمل في قطاع الزبالة ساعة العمل عنده أهم من الدكتور، لأنه الوضع الاجتماعي يسمح، لا يوجد طبقية، رئيس الوزراء موظف والزبال موظف، كلاهما يعمل في خدمة هذا الوطن. فيجب عليكم يا شباب اليوم، يا شباب اليوم، الاجتهاد ثم الاجتهاد والعمل. إلى قطاع الحرفية مثلا، الكل يريد أن يصبح ابنه دكتور ومهندس ومحامي وصيدلي، أين القطاع الخاص؟ كليات التقنية، نحن في البلاد العربية نستعر من الفنيين.
يجب عليكم أن تعملوا في قطاع، في قطاع الخاص الذي يدور في دائرة مهمة وهي خدمة الإنسان. لماذا نجحوا؟ لماذا نجحوا؟ لا يوجد طبقية. ترى رئيس الوزراء يجلس مع أقل موظف في أي مطعم. لا توجد طبقية. رجاء، الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، ويجب أن تجتهد وتعمل من أصل مصلحة الوطن. مصلحة الخاصة تأتي بعد مصلحة الوطن. يجب أن تهتم بنفسك وتجتهد في دراستك وأن تقارئ الدول العظمى. انظر إلى الإمارات اليوم، انظر إلى الإمارات اليوم، تقارئ أهم الدول. الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان. عندما يخرج ابن الإمارات في أي دولة يحترم، يحترم احترام كبير من العمل الذي قام به صاحب السمو الله يرحمه الشيخ زايد. عمل لدولة الإمارات اسم في بلاد برا، ليس المادة كل شيء. فننظر نيجيريا، الجزائر، ليبيا، دول غنية في البترول، ماذا حصل بها؟ ماذا حصل بها؟ دول دمرت. لماذا؟ لأن مصلحة الشخصية كانت أهم من مصلحة الوطن. انظروا إلى دولة الإمارات وحكامها، ترى حكام الإمارات في كل عزاء، وترى حكام الإمارات في كل فرح، يجاملون الناس في كل شيء، ولا فرق بينهم وبين الناس. وأخيرا، وأخيرا ثم لا وأخيرا وليس بأخير، نشكر محطة سما العين على الاستضافة هذه، وأرجو من الشباب أن يكونوا استفادوا من هذه المقابلة، وشكرا جزيلا. وأنا بدوري أشكرك على هذا الكلام الطيب، وأشكرك على استضافتي واستضافة كادر العمل، وأرجو أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل شركة تحالف المقاولات العامة وتصوير أبرز مشاريعها. شكرا لك. يا تفضل. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم.